التواصل يستمر الانطلاقات لا زالت مشاهدينا الكرام في تواصل وتحدي في ميدان دستور حيث نسير مع رابع الاشواط خاص بالقعدان وفيات القعدان والتقدم الاول مع المختبر سعيد بن عبيد بن ضبيعه الاكتبي بدل أن يسيطر من البدايه على ناموس المقدمه بينما المركز الثاني وصل ملبي تعود ملكيته سعيد من خليفه بن رشيد السويدي يحتل المركز الثاني مع هذه الانطلاقه في ضمن شاره سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفه ال نهيان والتي تاتي سنويا في ميادين دوله الامارات العربيه الم المتحدة في هذا الموسم وفي هذا التاريخ تحديدا المركز الثالث المركز الثالث وصل شاهين علي بن سلطان بن علي بن هناوي الاكتبي يحتل المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع هناك تقدم مرسال منصور بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي والمركز الخامس ياتي شعار بن معيض الديري يقدم لنا هجاس لمحمد بن عبد الله بن معيض الدنيادي هذه النتيجه حتى هذه اللحظات الكرام. مع بداية المنافسة والنداء الأول لمجريات وتحديات هذا الشوط، أعود للبداية، أعود للمركز الأول وماذا يحمل من تحدي حتى هذه اللحظات؟ ملبي يلبي النداء، سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي بدأ يتقدم ويسير مباشرة إلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني عندك يا أبو الضبيعة، سعيد بن عبيدة أبو يقدم المختبر، ماذا يحمل لنا المختبر؟ من تحديات وانطلاقات ومشاركات فعاله في هذا العالم الساحر، عالم السباقات، عالم التحديات، بالهناوي قادم، بالهناوي قادم مع شاهين علي بن سلطان بالهناوي الاكتبي يحتل المركز الثالث، المركز الرابع هناك تقدم من قبل عازف العود لمحمد بن سهيل بن يطبع العامري بدلان يعزف على اوتار الناموس، يعزف على اوتار التحدي، يعزف على اوتار الناموس والتقدم الجميل بالم المركز الثالث المركز الخامس وصل شعار المنصو... المزروعي زايد بن سعيد بن زايد المزروعي حيث يقدم شاهين في هذا المنطلق هذا المعترك ولكن اعود الى بن رشيد اعود الى ملبي لكن شاهين الكل الاول استعدوا, استعدوا 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 واستعداد عندك يا بالهناوي شاهين يتقدم هنا علي بن سلطان بالهناوي الاكتبي الى المركز الاول المركز الثاني ملبي ولكن بن منانه يقدم ضاري بن منانه يقدم ضاري احمد بن سالم بن منانه المركز الرابع بدا التسلل من الواصل الواصل عبيد بن محمد بن حمدان المنصوري الان واصل للمركز الثاني المركز الثالث الله يا مبلش محمد بن حمد بن عمران الاكتبي المركز الرابع بن سليم خادم هنا فراع علي بن سالم بن سليم الاكتبي خادم مع المركز الرابع او الثالث يبغي المركز الثاني وبالهناوي صامد في مقدمه الشوط يا سلام شاهين 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 يغرد من جديد يبغي النقطة الثانية يبغي النقطة الثانية ها هو أمامكم ها هو أمامكم الهناوي لكن يحاول بن سليم بن سليم بن سليم يحاول يبغي كذلك ناموز مستحقة وأداء جميل يحمل لنا تحدياته في هذه اللحظات فراع فراع آل المدام آل المدام ولوكن يا سلام فراع. فراع 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 يا سلام كم أنت مبدع يا فراع زاد في الإبداع ها آه هو فراع يتقدم لعلي بن سالم بن حمد الاكتبي ولكن الواصل 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 وصلكم وصل الواصل وصل الواصل الواصل يصل الى المركز الاول تهانينا والناموس العبيد بن محمد بن حمدان المنصوري يصل لينتزع المركز الاول تهانينا والناموس المركز الثاني فراع علي بن سالم بن حمد الاكتبي المركز الرابع لمحمد بن حمد بن عمران الاكتبي توقيت الزمني أربع دقائق وتسعة وثلاثين آآ آآ ثانية مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة و والناموس للجميع على الفوز والانتصار